أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد ابا احد من رجالكم من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. يا آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا هو الذي أصلي عليكم وملائكته وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا، إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا صدق الله العظيم وُسْلَتْ دَرْنَيِي إيليَ أُولَشَان شَوْكَةَ أَلِيْنِسْ